كريستيانو رونالدو بالدموع على دكة نادي النصر، ومشهد معبر بفهد كريستيانو يبكي. كريستيانو اللي حقق كل شيء في الكرة، يعني في كرة القدم يبكي. هو عنده شغف كبير، وأنا عندي من اليوم يعني اللعيبة الأجانب اللي في النصر، يعني لاعب عمره 40 سنة ويلعب 120 دقيقة، وأنتوا يا نجوم النصر يا بروزوفيتش اللي قلنا عنهم أنهم صراحة مستوياتهم أصبحت في آخر الموسم، بالذات بروزوفيتش متدني، وماني أنا أغرب لاعب عندي ماني. بس بتال أيضا يا أخي يحسب للهلال يعني القدرة على أنه يستمر في البطولات، مع أن اليوم ما كان جيد. أنا أقولها لك كل صراحة، ما كان الهلال جيد. اللي بختلف مع الكابتن نتيجة عادلة هي طبعا ما دام الهلال حققها النتيجة عادلة في كرة القدم، ركلات الترجيح لا 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 مش ما نوصل كرة ركلات الترجيح موضوع ثاني. لا في 120 أقول لك صراحة النصر كان أفضل، بس عادلة لأن حارس الهلال بونو يعني أنا لكن أنا برجع عبدو يعني أنا في رأيي الوقت الإضافي استنزف الفريق. يعني لو تشوف المدرب كاسترو لعب سامي النجعي وكان أداءه جيد، يعني أقصد التدخلات كانت لمصلحة الفريق.